مسجد السهلة، طبعا في كل زاوية من الزوايا هنا في مقام الأنبياء والصالحين، الزاوية الثانية هناك مقام النبي إبراهيم. هنا طبعا مقام الإمام زين العابدين، وهنا طبعا في الداخل مقام الإمام المهدي. في الزاوية اللي خلف المقام مقام النبي إدريس عليه السلام، وهنا مقام العبد الصالح الخضر. هذا مسجد السهلة. هنا جميع الأنبياء صلوا في هذا المسجد. كان النبي إدريس عليه السلام خياطته إلى الثياب في هذا المكان خلف هذا المقام، فضله كبير هذا المسجد. طبعا الصلاة ركعتين في تزيد العمر سنتين، أفضل أوقات الصلاة فيه بين العشاءين، بين صلاة المغرب وصلاة العشاء. نشوفه من الداخل، بسم الله. هذا مقام الإمام زين العابدين عليه السلام. صلي ركعتين في المقام، بعد ذلك تدعو بهذا الدعاء، دعاء الإمام زين العابدين: يا من هو أقرب إلي من حبل الوريد، يا فعالا لما يريد، يا من يحول بين المرء وقلبه، صلي على محمد وآله، وحل بيننا وبين من يؤذينا بحولك وقوتك، يا كافيا من كل شيء ولا يكفي منه شيء، اكفنا المهمة من أمر الدنيا والآخرة، يا أرحم الراحمين. هنا طبعا في منتصف الساحة، ساحة المسجد، هنا طبعا مقام الإمام الصادق عليه السلام. الساحة طبعا ساحة هذا المسجد. طبعا أفضل الأوقات أداء بعد فريضة المغرب ونافلتها من ليلة الأربعاء. طبعا هذا بيكون مقام الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. هذه بوابة الدخول. طبعا في هذه الزاوية مقام النبي إبراهيم عليه السلام. ندخل نشوفه. طبعا هنا في مداخل من الزاوية إلى الزاوية. بعدها طبعا ننتقل إلى مقام النبي إدريس عليه السلام. طبعا طول الحرم، الطول 140 متر حوالي، والعرض 129، هذا على حسب المذكور في المواقع. 140 متر في 129
متر المساحة مستطيلة الشكل. مقام النبي إدريس عليه السلام. طبعا الانتقال من مقام النبي إدريس إلى مقام العبد الصالح الخضر يكون بعرض المسجد، هذا اللي يكون مسافته 129 متر، يكون في الزاوية القريبة من باب الخروج من المسجد. الهندسة ما شاء الله زخرفة جميلة. اقتربنا، هذا طبعا دعاء العبد الصالح الخضر عليه السلام، وطبعا هذه حدود المسجد الشرعي، هذا هو المقام، مقام العبد الصالح الخضر عليه السلام. هذه جولة سريعة في مسجد السهلة، في الكوفة، هذا هو من الخارج، وهناك في الزاوية المقابلة مقام الأنبياء والصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.